لاباس عليك. الحمد لله فاطمه، تفضلي، شنو سؤالك؟ اختي واحد الوصفه سمعتها على حساب القلب، فيها حليب غبره والماء والماء ورد. اها واش مزيانه ولا لا؟ غير السجل فيها. نعم، حليب الماء ورد غتبدليه اختي بالماء ديال الخيار. الماء ديال الخيار؟ نعم. وفين تيتباع؟ الماء الخيار غادي تحكي خياره وغتصفي داك الماء ديالها وغتهزي منه جوج معالق كبار ونص معلقه صغيره ديال داك الحليب غبره، غادي تخلطيها مزيان وغديريها على البشره ديالك، تخليها مده ديال ثلث ساعه فقط، لانه هو صعيب شويه على البشره، غديريها غير ثلث ساعه وغتغسليها وغتحاولي ديريها جوج المرات في الاسبوع وداومي عليها مده ديال شهرين. الخرقوم بلي واش غير هذا اللي كيتباع بالعطاره؟ الخرقوم عرق، الخرقوم عرق، هو الخرقوم عرق راه ما عارفينه. اذا الخرقوم بلدي ولا الخرقوم عرق هذا هو الاسم ديالو، راه عند العطاره وراه كيعرفوه. تهلا فراسك فاطمه، كنسلموا عليك بزاف بافران معنا. مرحبا. واحد الوصفه طويل الوجه قال لك فيها جوج معالق حليب غبره ومعلقه تاع عصير ليمون. عصير ليمون غير فين قريتيها؟ واش قريتيها في الانترنت؟ في الانترنت. اذا عصير الليمون اللي كيعنيو به المشارقه هو العصير الحامض، فانا الوصفه ماشي نعم. الحامض عصير البرتقال ديالي. برتقال، اذا شوف غديري الوصفه اللي عطيتك في الاول، غتاخذي فيها جوج معالق كبار ديال الماء ديال الخيار. اذا الخيار كنحكوه وكنصفيوه وكناخذوا الماء ديالو، جوج معالق كبار ونص معلقه صغيره ديال الحليب غبره، كنخلطوها مزيان، كنوضعوها على البشره ديالنا، كنخليوها مده ديال ثلث ساعه، ومن بعد كنغسلوها، كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال شهرين، صافي؟ هذاك خويا في السؤال الاخر عندي انا شراتي في الكرشي بزاف، وقالوا لي ثاني ديري خلط الشرح وسميتو والشبه. الشبه، لا اختي الشبه ماده سامه كما كنقولوا، راه ماده كيميائيه. عندك تساقط ديال الشعر. اذا غتاخذي الزيت ديال الزعتر، زيت القطران طبيعي وزيت الزيتون، قيم متساويه، يعني معلقه كبيره من كل زيت، معلقه كبيره من زيت الزعتر، زيت القطران وزيت الزيتون، كنخلطوهم مزيان، كندهنوا بهم الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليهم مده ديال ساعه وكنغسلوهم. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وهذا صالح جميع مشاكل تساقط الشعر. غير ديك واحد المره عطيتي واحد الوصفه نتاع القرعه الحمراء والليمون. اييه. نتاع الكرش. اها غير الوالده بغات تعرف واش القرعه الحمراء غادي تطلقها عاد طحنها ولا غير هكذا خضراء. القرعه الحمراء كتفور وكناخذوا منها غير تفور، يعني شحال ما كان عندنا القرعه الحمراء كنفوروه وكناخذوا معلقه كبيره من الداخل ديالو، كنحطوها في الخلاط الكهربائي، كنزيدوا فوق منها كاس كبير ديال العصير ديال البرتقال وكنطحنوها حتى كتطحن مزيان وكنشربوا هذاك الكاس. شكرا بزاف. مرحبا. وعافاك بالنسبه قالت لك الخرقوم البلدي اها والكنجبير والعسل، كتخلطهم وكديرهم وسط اما ماسك الوجه او لا مزيان. اذا السكنجبير تحيدوا لان غادي يضرها في البشره ديالها، وتاخذ غير الخرقوم البلدي والعسل الحر وتزيد فيه الا بغات واحد شويه ديال الزعفران الحر، يعني الزيت ديال الزعفران الحر مثلا واحد المعلقه صغيره ديالها، وتخلطهم مزيان وتوضعهم على البشره ديالها، تخليها مده ديال نص ساعه وتغسلها. وعافاك نعم. بالنسبه عندها عندها دابا البشره ديالها صافيه، ديها شويه سومر. اها اذا بحال هكا ياك وبغات شي وصفه زعما قالت لك بدون زيوت، ما تعجبوهاش هي الزيوت. ما تعجبوهاش الزيوت، واخا. اذا هذيك الوصفه اللي دارت هي الوجه ديالها ديال الخرقوم بلدي والعسل الحر، يمكن لها تاخذ منها واحد شويه ودهنها على البشره، ولكن الا مثلا ما عندهاش العسل بزاف غادي غنبدلوا الوصفه. اش غنديروا فيها؟ غناخذوا فيها معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون ياك، وجوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، وغتخلطهم مزيان وغادي تدهن بهم مزيان اليد ديالها، تخليها مده ديال ربع ساعه وتغسلها. والده هذه يمكن لها ديرها كل نهار مده ديال شهر. وتهلا في راسك وفي المهم سلم عليها بزاف من عندي واحد المشكل ديال النقص ديال فاعتين في الدم. على فاعتين. كنعمل لي زاناليز، ومهم كناخذ واحد التريتمون لي كومبريمي اللي معروفين. ايوه.
ومهم مؤخرا شفت لو موسان كملت التحاليل، المهم وصل لي النيفو اللي خصو يكون عليه. أيوة. ولكن غير في هذا لو هذا عاود شي ثاني حلت لقيتو طاح بزاف. ما عرفتش واش كنت مؤخرا استعملت واحد التريتمون فيه الانتيبيوتيك، واش كيأثر حتى هما على الحديد؟ لي زانتيبيوتيك كيأثروا بواحد الطريقه ضعيفه على الحديد، غير هو طريقه الاكل مثلا، طريقه الاكل ديالك واش رجعتي مثلا الاتاي، رجعتي القهوه اللي كان منع عليك الطبيب؟ لا ما منع عليه الطبيب، يعني شي حاجه هكذا ما ناكلاش، ولكن المهم حنا كنشرب القهوه. حتى نعم حيت القهوه بحال الاتاي، لان فيها هذيك ماده الكافيين، والاخرى فيها ماده الكافيين زائد تيوفيلين، وهاد جوج ديال المواد كيلصق فيهم الحديد. فهمتي؟ دونك ملي كيلصق فيهم هاد ماده الفيريتين كتهبط، ما كنبقاش كيستافد منها الذات. اذا تحاولي تنقصي واحد شويه القهوه. في المواد الطبيعيه، في المواد الطبيعيه اللي يمكن لها تساعدك، غادي نعطيك الكركادي. كركادي نعم. والفوة. نعم الكركادي والفوة. الفوة نعم. اذا الكركادي كناخذوا منه جوج معالق كبار يكون مطحون، والفوة كناخذوا منها نص معلقة صغيرة. هذا الخليط كنخلطوه مزيان وكنطبخوه تقريبا في واحد نص سيترو ديال الماء حتى كيطبخ مزيان، كتخليه يبرد. ودائما هاد الخليط تشربيه بارد، كتخليه يبرد، وغتولي كتاخدي كاس صغير بعد الفطور الصباح فقط، وغداومي عليه مده ديال شهر. عندنا بعض الاسئله اللي بغيت نطرحهم عليك محبا. بالنسبه للسيدات مثلا ملي كنهضروا على هذا الماسك ديال العسل الحر والخرقوم البلدي، السيدات اللي ما عندهمش العسل الحر متوفر باش ممكن يعوضوه؟ فانا قلت انهم يمكن لهم يعوضوه بالياغورت الطبيعي، هو كيقوم نفس المفعه ديالو. اذا نعاود الوصفه نوريكم كيفاش كدار. اذا الخرقوم بلدي معلقه صغيره، هذه اللي غنستعملوا للبشره. اذا الخرقوم بلدي معلقه صغيره، الياغورت الطبيعي ثلاثه المعالق كبار، والماء ديال الخيار جوج معالق كبار، ولا نص خياره محكوكه اللي بغيتو، اللي جاتكم مرتاحه. غادي تخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى يتخلط، وغدهنوا به البشره ديالكم، تخليوها مده ديال ساعه الا ربع وتغسلوه. والعمليه غديروها ثلاثه المرات في الاسبوع، وغداوموا عليها مده ديال 3 شهور. ان شاء الله في يعني في الاستعمال الخامس ولا السادس غادي تولي كتبان النتيجه ان شاء الله. بالنسبه لبودره اللؤلؤ، وكان السؤال ديال الاخت سميه. نعم بودره اللؤلؤ، بودره اللؤلؤ خصها تتخاد من المحلات اللي كيكونوا مرخصه بحال الصيدليات او الاماكن اللي كتباع فيها، ومن الاحسن في الصيدليات. علاش؟ لان كتجي بترخيص وكتجي بواحد المراقبه. علاش؟ لان هذا اللؤلؤ هذا اللي كيتستعمل في بودره اللؤلؤ هو غالي، وكذلك انه كتم الزراعه ديالو في واحد المناطق معروفه. اذا باش نمشيو غادي ناخذ واحد البودره حنايا غير من الاسواق هكاك عشوائيا، فانا كنصح انها تخاد من الصيدليات باش تكون ثقه، وباش تحس وباش تعرفوا بانكم كتاخذوا شي حاجه اللي ما فيهاش الغش، لان كما كنعرفوا ان الاسواق مليئه بهذه الامور هذه. وما غاديش يمكن بودره اللؤلؤ اللي كيسوى الثمن غادي تكون كدير 15 درهم، ولا كدير 20 درهم، ولا كدير 30 درهم. وكذلك كاين بعض الناس اللي غادي يسمعونا وغادي يمشيو وديك البودره اللؤلؤ اللي كيقولوا هما عندهم بودره اللؤلؤ غادي يبيعوها بهاد الاثمان باهظه باش تسمى هي حقيقيه. فالنصيحه اللي كنصحكم خوكم الدكتور عماد، ان يا اما اذا كان عندكم شي واحد من العائله ديالكم على برا فهي كذلك كتباع في الصيدليات تما، اللي ما عندهاش في الاستطاعه ديالها انها تشوف هنا عبر الصيدليات، فكاينين بعض الصيدليات اللي كيديروها. ومساله اخرى اللي نزيدها لكم، ان راه بودره اللؤلؤ هو اللؤلؤ اللي كيتدق وكتستعمل البودره ديالو. اذا هنا كاين بعض الناس اش كيديروا؟ كياخذوا داك الكوكياج، اذا ديك البحر او ديك الكوكياج ديال البحر، فالداخل ديالو راه الا لاحظتوا كيكون كيبري بحال اللؤلؤ، حتى هو فيه واحد الماده كتكون بيضاء كتبري. اذا اش كيديروا؟ كيهزوا ديك الماده وكيدقوها وكتولي كتباع على اساس راه هي بودره اللؤلؤ. فمن الاحسن ان هذه البودره ناخذوها في الصيدليات، واللي ما عندوش الامكانيات فان شاء الله هذه الوصفات كامله اللي كنعطيو ديال التبييض راه هي كافيه ومهمه. وكما اختي سناء، فانا غادي نوعد الاخوات ان شاء الله نهار الثلاث غادي عاوتاني غادي نخرجوا شويه من بلادنا، نتسارى واحد شويه، غادي نعطيكم وصفه اللي كدار على الحدود المصريه في واحد المنطقه في السودان كيسمى مثلث الحلايب. هذا كيعطي واحد الوصفه للتبييض اللي كتعطى للعروس البشره ديالها. فان شاء الله نهار الثلاث غادي نعطيكم هذه الوصفه وغادي نقربها منكم، وراه فيها مواد اللي غادي نقدروا نلقاوها في بلادنا.
ان شاء الله. وانا كنشكرك دكتور عماد. سؤال اخير، واش النافع مراه حامل اللي فيها السخفه واش ممكن تاكلو؟ النافع ما تستعملوش المراه الحامل، فهو بحالو بحال الكمون. ردوا البلد المساله، راه حتى الكمون ما كتاخذوش المراه الحامل. الحوامل اللي عندهم مشكل السخفه شنو ممكن ياكلو كمواد طبيعيه؟ نعم، فاختي كنقول لك احسن حاجه هي العسل الحر اللي خالي من المضرات، والعسل الحر اللي يكون صافي ما يكونش كحل بزاف، لان كحل بزاف شويه صعيب. كنشكرك كثير دكتور عماد، تبارك الله عليك وعلى وصفاتك الطبيعيه المضمونه والامنه، وحنا دائما لاله معك بجنبك لجمالك ولراحتك.